حضراتكم ليه فقرتنا اليومية اسأل جوجل، واللي بيسأل جوجل ما يتوهش، وعايز تعرف المعلومة من أقصر طريق في أسرع توقيت اسأل جوجل على طول. سؤالنا النهاردة لجوجل عن الحقيقة، يعني قبل ما نروح معلش يا جماعة لجوجل أنا آسف، بس ما تغشروا الكونغ، والله الموضوع يتعدى فكرة إن هو كرة قدم أو لقاء كرة قدم، والله العظيم يتعدى هذه المرحلة بكتير. يعني في معاني كبيرة جدا في كرة القدم الواحد يستفيد منها في حياته، والله تبقى معاني ملهمة للواحد في حياته. كونغو منتخب جار عليه الزمن، منتخب سابقا كان واحد من اعظم منتخبات افريقيا اللي هو زائير، حصل على بطوله ولقبين، والهداف التاريخي لبطولات كاس الامم الافريقيه ندايمو لامبا الزائري حتى الان لم يكسر رقمه كهداف لتاريخ او هداف لبطولات كاس الامم الافريقيه. كل الناس قالت الكونغو خلاص دي حصلت المجموعه الاولى، عملت مفاجاه في نهايه اللقاءات وكسبت زيمبابوي 4 ووصلت دور ال 16 وكافحت لاخر ثانيه الدقيقه 90. مدغشقر أول مرة بتتأهل لبطولات كأس الأمم الإفريقية، أول مرة بتخرج، بتطلع أول على نيجيريا، على مجموعة فيها نيجيريا، بتكسر نيجيريا 2-0 وبتطلع النهاردة بركلات الجزاء الترجيحية. العزيمة والإصرار والتعب والعرق والتفاني بيعوض أي نقص في أمور فنية. سؤالنا لجوجل النهاردة مدغشقر وتكونغو الديمقراطية بيقول إيه بقى؟ بنقول مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية. يطلع لنا ايه مع حضراتكم؟ يطلع لنا نتيجة اللقاء 2-2 والفرحة طبعا، ويطلع لنا بعد كده ان مدغشقر كسبت بركلات الجزاء الترجيحية، فرحة رئيس مدغشقر اللي كان موجود، ركلات الجزاء الترجيحية 4-2، تقدم إبراهيم أمادة، وبعد كده تقدم لمدغشقر إبراهيم أمادة، تعادل سيدريك باكامبو لكونغو فانيفا دقيقة 77 لمدغشقر، تقدم تاني دقيقة 90 شانسل بيتعادل لكونغو، لكن في الأخير بتفوز الكونغو، بتفوز قصدي مدغشقر، وفرحة عريمة زي ما أنا بقول لحضراتكم من أعلى قيادة في البلد إلى أقل فرد في البلد. كل الإحصائيات قدام حضراتكم، وطبعاً كل الإحصائيات الوافية زي ما بقول لحضراتكم دايماً، واحدة من أهم الفيتشرز اللي موجودة في جوجل إن أنت بيبقى عندك كل البيانات، كل المعلومات، عايز بقى تخش تفصيلة جوه التفصيلة هتدوس بس على الحاجة اللي أنت عايزها يطلع لك بقى كل التفاصيل الخاصة. وقلت لحضراتكم على فيتشر مهمة جداً امبارح، إن أنت عندك معلومات مثلاً سيب الإنجليش عايز تعرفها بالعربي، فتروح داخل على جوجل ترانسليشن وهو موجود معاك على نفس البيج، تروح داخل على اللينك بتاع جوجل ترانسليشن تترجم الحاجة اللي بالإنجليش للعربي، أو العربي الإنجليش، أو إسباني الفرنساوي، أو فرنساوي الهندي اللي أنت عايزه. كمان أنت مثلاً سمعت حاجة اسم لعيب مثلاً، أو سمعت جملة بس مش عارف الجملة دي السبيلنج بتاعها ايه، تكتب ازاي، فتروح داخل في فيتشر في جوجل تروح مملي جوجل ببقك بلسانك، تروح قايل له مثلاً إبراهيم عبد الجواد، يروح هو كاتب ابراهيم عبد الجواد مطلع لك كل حاجه لو انت مش عارف السبيلنج. اندايمو لامبا، تروح قايل له اندايمو لامبا، يروح جايب لك كل حاجه عن اندايمو لامبا. ففيتشرز بتعمل ان هي تسهل لك الوصول للمعلومه، وده يعني ده ابرز سلاح دلوقتي موجود في كل قطاع في الدنيا، في كل مجال في الدنيا، وهي المعلومه. كل ما وصلت المعلومه بشكل دقيق وبشكل سريع، كل ما بالتاكيد الحاجه اللي انت بتشتغلها، الحاجه اللي انت بتعملها، الحاجه اللي انت بتبحث عنها هتبقى بالتاكيد افضل، ومعطياتك لاتخاذ اي قرار هتبقى افضل. وده اللي انا بقوله لحضراتكم دايما، حتى في شغلنا بنستخدم جوجل عشان كده، بنحاول نجيب كل المعلومات الممكنه من خلال جوجل عشان لما نطلع نكلم حضراتكم يبقى معانا معلومات، معانا داتا بنتكلم فيها مع حضراتكم بشكل دقيق، ودايما بنسال جوجل عشان ما نتوهش، وبنعرف المعلومه دائما من جوجل.